مكتوب فوق العين نبكي جمر ودموع ونركض ورا الآهات وعنا الفرح ممنوع مكتوب فوق العين نبكي جمر ودموع نركض ورا الآهات وعنا الفرح ممنوع ليش السعادة يا زمن مو لكل الناس ليش السعادة يا زمن ونحن بظلام الليل عتمة وقلب مفجوع يا ظلمة ما تبرد نبرد معك آهاتنا يا جور مهما جرد وتجرح دمعاتنا يا ظلمة ما تبرد كبرت معك آهاتنا ويا جور مهما جرد وتجرح دمعاتنا أنا رايح على بيتي. هلا بنرجع لشغلنا. ادخل. احترام سيدي، في ناس حابين يشوفوك سيدي. خليهم يتفضلوا. مرحبا. يعطيك العافية. اهلا وسهلا. المحامي سالم مهدي، بده يتولد دفاع عن بابا. اهلا وسهلا، تشرفنا. تفضل. شكرا. بعد اذنك سيادة العقيد. ممكن نشوف الموقوف ابراهيم الصادق؟ ممكن على عيني. شكرا. يا سيدي انا براهن انه اقتنع منك. لك يا جماعه، يا جماعه بركي الرجال كان مظلوم. اوهو علينا، شو قصتك يا ابو ربحي؟ شو قصتك؟ ادخل. سالم مهدي المحامي اللي حيتولد دفاعا. مرحبا يا وهاني. اهلين. ما في داعي يا بنتي، ما بقى في لزوم.
أبوك وقع. لا بابا ما بيوقع، انت بتضل الجبل اللي ما بتهزه الريح. جبل كنت انا هلا يلا كمشي ترمل بوش الريح. ابو هني المهم هلا يكون ايمانك بالله. اسمحوا لي اذا احتجتوني انا برا لازم. احترام سيدي. كيف أمي؟ زعلانة كتير ومقهورة. لا تكون شاكة فيني. بابا شو الحكي؟ أمي بعرف أمك بس تخاف بيسحل عقلها. بابا قليلها إذا كانت شاكة فيني لأنه لقوا المصاري بالقرنة اللي بتعرفها بتكون مجنونة، لأنه لو بدي أعمل هالعملة فعلا كنت خبيتهم بقرنة تانية. لك فهمناها هيك شيء. معناتها شاكة فيني مزبوط. أمي أبو هاني بظن إنه هلأ في قضايا أهم من هيك لازم نحكي فيها. ممكن أهم من إنه تكون مرتي شاكة فيني؟ المهم يا أبو هاني إنك هلأ تحكي لي كل شيء، كل شيء عندك بالتفصيل الممل، لأنه أي شيء هلأ ممكن يفيدنا. ما في شيء عندي ممكن يفيدكم ولو بصير. كل شيء ضدي، ما في شيء ضده. هلا انت لازم تحكي وانا اللي بقرر، وتاكد يا ابو هاني انه ما في حدا ممكن يرتكب جريمه وينفذ فيها. انا ما ارتكبت جريمه. بعرف بعرف انك ما ارتكبت جريمه، انا عم بحكي بشكل عام ابو هاني مشان طمنك، وتاكد ما دام انت بريء فلا تخاف. نهاية تايلاندي. حاضر. مرحبا. لك الدستور؟ أهلا شفيق. أهلا وسهلا بك. تبعتي لي فاكس لوكيلنا سمير سمارة خلي يبعتنا الدحاض غاز على الوشيعة. هاي استمارة الاستيراد. حاضر. خلال أسبوع بدنا الكمية. والكمية اللي بيقدر عليها. ياباني ها؟ تايوان صين كوري ما بدي. الله معك. ايوه ايوه نعم سامع مفتي. اهلين دكتور. احتراماتي. خير ربحي صاير له شيء لا سمح الله؟ ايوه ايه طبعا. لك خبرته بنفس اليوم؟ معقول لهلا ابو ربحي ما مرض عندك؟ ايه على عيني. ايه لك خبره اليوم خبره هلا. ايه الله معك دكتور، مع السلامة. شو؟ أبو ربحي عندك؟ أعطيني أعطيني إياه. أبو ربحي بدهم إياك بالمصح. سكر التليفون بوشي.
شو؟ ما بدك تقعد تحكي مع محاسب الشركة الجديد؟ مو لا يخلص منه برهان؟ صار لهم ساعتين قاعدين عم يحكوا مع بعض. ايه معلش يا سيدي، بده يتسلى. مفكر حاله هو اللي بيحل وبيربط. الله. وينك سامي بيك؟ أنا كل شيء مستعد أقبله منك، إلا إنك تساويني أنا وابني مسخرتك. شو أنا شو قلت لك؟ قلت لك مدير المصح بده إياك؟ لا، قلت لي المصح بده إياك. وشو تفرق؟ تفرق كثير. شو أنت بلشت تخرف؟ تاني مرة ما بتفوت علي هيك فوتة بنوب؟ وما بتعيط بوشي فهمت؟ بسيطة سامي بيك بسيطة. بتعرف حجمك؟ وعلى اساسه بتتصرف معي. طول بالك سامي بيك، شو بلا؟ هذا ابو ربحي مو غيره. بعدين يا ابو ربحي، انت ليش تبدو جوا؟ فعلا اتصلوا فيه بالمصح وقالوا بدهم اياك. يعني ابني ربحي صاير له شيء؟ ما بعرف، روح شوف لحالك. بتروح معي سامي بيك. ليش عم تبكي؟ زيدني يا هاني، حتى الشباك ما عاد فتحته. ما قلت لك عن السبب؟ بس ما قلت لك اني اقتنعت. بعدين اكيد عرفتي باللي صار مع ابي. عرفت وزعلت. شو عاد صار معه؟ حارة السماح ترحب بزوارها الكرام. عما مين معلقها هو؟ مين معلقها هو؟ معقولة يكون أبي؟ أبي بيعلقها هو؟ معقولة؟ ليش لا أبي؟ بجوز يكون شو شهر؟ جبت لنا شنقشات؟ أنا شنقديشي عدمني إياه، خلي وقت الشنقديشي روح روح روح. شنقديش قال؟ أنا ما نفهم مين معلقها هو؟ معقولة؟ لك شبك حايس، شبك حايس. ملي حايس، ضايس، ضايس. حوس ونوس وراي، تعال. رايح. أبي عم بيقول إنه بجوز يطالعوه بكرة. إذا ما كمشوا المجرم الحقيقي ما بيطالعوه. إن شاء الله يا رب يكمشوا. يا رب. فطرت؟ الله يسامحك. ليش إني نفس آكل؟ بس هيك ما بصير يا هاني، لازم تنتبه على صحتك. ما تحسيت بشي؟ استنى شوي رح لف لك سندويشة زعتر والحش لك اياها. لا 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 ما بدي. بلا بلا استنى شوي. يا بي شو بدك شو بدك؟ شو رأيك نغير محل هاللافتة؟ أنا يلي بدي أفهمه بشو مضايقتك يا سيد رشيد؟ محله مو عاجبني، لازم نحطها بمحل تاني، ما هيك أبو رشيد؟ الله يصبرني عليك يا سيد رشيد. لا عمك شي ورق شو طالعك؟ لا شو طالعك؟ العمى على الحظ، العمى على الحظ. شو طالعك؟ ما بدي افهم. انا يلي بدي اقتل مو انت، انا اللي بدي اقتل مو انت. لا مو انت. لا يا ابي لا، ارحم نفسك. كلك لفتاي يا ابي، خود. لا تقلق، خود.
عم تنبله معي. لكن هلا وانت رايح على الشغل اشرب لك كاسة عصير فواكه. ما بقى تسكر الشباك. بتعرفي يا تام، أنا مو خايف إلا على أمي. شو صار كمان في تليفونات؟ اسبوع واحد بس لتزبط لي حسابات الشركة وترجع كل شيء كان بالشركة مثل اول. مثل ما كان اول ما ممكن يرجع. على هوا ما فهمت، في اشياء كثير انحرقت، لا يمكن يطلع لها بدل ضائع او بدل محروق. معلش يا سيد معتز، انت عامل جهدك وكل شيء ممكن يرجع مثل ما كان، حاول انك ترجعه. بس اسبوع قليل. والله حاسس حالك مؤدي الحمل. خلص خلص، خلال اسبوع بجهز لكم كل شيء. عادي. شوف يوسف وصبحي عود معهم، هن بيفهموك وبيساعدوك، وإذا واجهتك أي مشكلة رأساً لعن سامي بيك هون هو بحل لك إياها. حاضر. أهم شيء بشغلنا يا سيد معتز الأمانة والإخلاص، تفتيح المخ والعين سواء. حاضر. تفضل على مكتبك، مع السلامة. شكراً. الله شكراً. إيه أنسة نهال، شو النقطة الثانية بجدول الأعمال؟ لسه في رخص الاستيراد. رخص الاستيراد؟ رخص الاستيراد هلا ما حنناقشها. شكرا سيادة العقيد. الله معك، مع السلامة. يعطيك العافية. قلتلي ما في شي بينك وبين هيتام. احكي احكي، لا تستحي. قلي شو لحشت لك من الاوضه قبل شوي؟ مكتوب ما لك رشيء. انت مين مفلتك علي؟ فلتني عليك؟ شو انا كلب ولا؟ لا انت واحد عقلك عم ياخذك وجيبك. معقول لك رشيء؟ لك معقول؟ معقول مالك شغله ولا عمله الا انك تراقبني؟ معقول؟ انا هون مختار الحاره ولازم اعرف كل شي. اعرف الشي اللي بخصك. كل شي بخصني، حتى جيراننا يلي مواجه دكانتي بخصوني. ماشي عميل وكتر. لك عيب، عيب عليك بني آدم تتحركش ببنات الجيران وأبوك بالسجن. لازم ياخدوك إلك عوضه. لك رشيء، إلزام حدودك أحصر. وانت إلزام أدبك يعدمني إياك. الله لا يخليني إذا بخليك تاخد هالبنت مني إذا ما بشرش حاك. رشيء، إذا ما بقول لأبوها ما بكون أنا. لك تعال تعال، لك طالما بتخاف ليش تحكي معها؟ أنا ما عم بحكي معها. أنا شفتها وهي عم تلحش لك المكتوب. رشيق أكيد عيونك غشوك، هي أكيد أختها الصغيرة لحشت لها شي شغلة. على أوضتك؟ ليش بقى؟ عم تسألني إلي؟ اسألها إلها. لا لا لا، هلا بنسأل أبوها وهو جاي من الشغل بنسأله. رشيق هيك رح تجني على البنت؟ ها؟ إن شاء الله يذبحها. شوف أنا ما بقول لأبوها بشرط واحد، إنك تسكر لي هالشباك، لأنه عتاب لا بتطلع ولا بتنزل لحالها. ساعتها لا بتحسب تحكي معها من الشباك ولا هي بتحكي معك من الشباك، بقى بسمر لي هالشباك وانا بسكت. طيب اوضتي ما بدي هويها؟ بالليل يا عمي، بالليل بالليل هويها بالليل، اما بالنهار ما بتفتحه بنوب بنوب. حاضر، تأمر امر رشيد. لنشوف. لعمة بلكي حكاها بالليل.
يا أستاذ سالم، أنت كنت دائماً تقلي أنه في بصيص أمل للمظلومين. إلا إذا أولاد الحرام سرقوا هالبصيص. يعني سهودة، أبوك غرقان لهون؟ يعني شو؟ طمني، ما راح تخلى عنه. ما بعرف، ما بعرف ليش حاسس بأنه مفتاح براءة أبوك عند النجار يعقوب. بس العقيد حقق معه. يا أني سهودة، إذا أبوك بريء فعلاً فبراءته موجودة مع هذا النجار. لهيك أنا مضطر أقوم بدور المحقق معه مع كل الموظفين بالشركة، لأنه هذا الشيء هو الممكن الوحيد هلأ بين إيدينا. إن شاء الله يا رب يصير خير. إن شاء الله. شو يا؟ مو مصنف تحكي معنا؟ عم تحكي معي؟ شو تفضلت؟ ليش حابسينك؟ مين حضرتك بلد صغرى؟ أنا شوفير، شوفير سيارة. تشرفنا. وأنت كمان شوفير سيارة؟ لا. ليش حابسينك؟ أنا رح أقول لك ليش حابسيني. أنا دعست ولد. طبعاً مو بقصدي. والولد صار له شيء؟ أكيد صار له شيء. لو ما صار له شيء ما أخذوه على المستشفى، وأنا جابوني لهون. علينا عن الشيطان وساعته. بس القضاء والقدر بده يوعى عن إلا إيه ولا إلا لا. احكي لي كيف دعسته؟ عندي طلب بدي أروح أخذه. طلعت لك على الساعة. لما وين الساعة؟ لقيت حالي رح اتأخر والطلب محرز. حطيت لك أجر على هالبنزين وايد على هالزمور وقلت يا ايديكم، وطلع بوشي الولد. قلت لي قضاء وقدر. ما طبعا كل شيء بإرادته، والمكتوب على جبين لازم تشوفه العين. هلا هذا المكتوب على الجبين؟ ايه. ولحقت الطلب؟ ادعي لله انه الولد ما يموت او يصير عنده عاهة، لاني ساعتها انا رح اشهد ضدك. انت خليك بحالك عمي. خلصنا، لف انت وياه. بسيطة أمي، كله على الله، إن شاء الله ما بيصير غير الخير. يا أمي دموعي نشفت قد ما عم بحاول أبكي، ما عم بقدر. تربطت إيدي عن الشغل. لا يا أمي ما بيصير، أنت لازم تضلك قوية، أنت وهاني وأنا وهيثم. بابا مظلوم، نقوم نظلم حالنا بالقهر؟ أبوكي مظلوم وهي أكيد يا أمي، أكيد. خود هاد لبيت أبو قسام. هلا أبو قسام مو ابنه قد الشمثير، ما يجي هو ياخده، شو نحن خدامين أبوه؟ إيه خلص هلا فهمت عليك، خلص. ها إجا أبو دياب. مرحبا أبو دياب. أهلين. أنتم معلقين هاي اللافتة بين شباككم وشباك بيت أبو هاني؟ لا. عاجبك منظرها؟
شبهها حلوة. مالك ملاحظ انه معلقة بين شباككم وشباكهم؟ كان وين بدهم يعلقوها؟ بس ما حلوة، ما حلوة بحقك تتعلق بشباككم. لك بتروح من وشي ولا قد قصت اللبن عليك ها؟ صحيح انك اجدب. ايش؟ لك اذا انا اجدب انت اعمى. بعدين وينك وينك وينك؟ طلق فيني طلق فيني. اذا عتاب مال رجالي حافظ عليها انا رجاله. ما عم اقول لبنان. اهلين وسهلين، تفضلوا عدو. اهلين. يا هلا. اهلا. ان شاء الله حاملين اخبار طيبه عن ابراهيم. والله يا برهان بيك اخبار طيبه ما في، بالعكس كل ما عم يضيق عليه. حتى المحامي ظهرت عليه قله الحيله رغم قناعته ببراءه ابراهيم، واليوم رحلناه عن النيابه مع الاضباره. مسكين يا ابو هاني، الحين حكم ظلم. انت شو رايك سياده العقيد؟ بشو؟ يعني السيد ابراهيم ممكن يعملها؟ شو شايفه غيرت رايك؟ لانه عدم مؤاخذه شغله مخول. انا بصراحه فكرت لقيت انه ما في سبب مقنع يخلي حدا يلزق فيه هيك تهمه. على كل حال برهان بيك، نحن مو جايين مشان موضوع ادانته وبراءته، هذا الشيء متروك لظروف القضيه ومجريات الامور. نحن جايين لشيء اهم بكثير، موضوع الشركه بشكل عام هو اللي قلقنا. قصدك مشان الحريق؟ مشان كل شيء، حتى لو كان ابراهيم بريء. سيادة العقيد شايف انه شركائك اقل منه براءه، يعني سامي ومختار وشفيق، حتى المحاسب اللي مات. يا ترى ممكن تتعاون معنا؟ انا بشو بدي اتعاون معكم؟ شو برهان بيك، حتى نقدر نحط النقاط على الحروف ونعرف مين اللي عم يتلاعب باموال الشركه، بدنا نعرف بالاول كيف انه احوالك الماديه ما تغيرت كثير من وقت ما اسست الشركه، بينما احوال شركائك صارت فوق الريح. اكيد في عندك تصور عن حاله شركائك الماديه. حقيقه لا، بس نحن عنا، ويمكن تتفاجأ بالبون الشاسع اللي صار بينك وبيناتهم. طيب منين وكيف؟ لسبب حبينا نجي لعندك على البيت مو على الشركه. حتى الكلام اللي بيناتنا ما يطلع لبرا. وشو المطلوب مني؟ شغله كثير بسيطه، تفتح عيونك منيح بالشركه وتمارس صلاحياتك فيها. عدم المؤاخذه برهان بيك، انت اهم واحد بالشركه واقل واحد مهتم فيها. سيادة العقيد، انا صحيح الي اكثر الاسهم بالشركه، بس هن اللي عم يشتغلوا فيها مو انا. لانك تارك الجمل بما حمل لسامي وجماعته، صح؟ برهان بيك، حجم المشاريع اللي عم تتم باسم الشركه وبصوره قانونيه ما بتخليهم يغنوا بهالسرعه الشديده هي. معناتها في صفقات ثانيه عم تتم بدون علمك او علمنا، وحتما صفقات غير شرعيه. يا سيدي انا سبق وشكيت، بس بدك تتجاوز مرحله الشك لمرحله اليقين اذا ناوي تتعاون معنا. سامي وجماعته مو نضاف ابدا، كون متاكد. كون متاكد انه كل شغلهم الغير قانوني عم يمر عبر الشركه اللي انت بتملك اكثر من نصها. لذلك تعاونك معنا مطلوب حتى نعرف شو عم يصير وكيف عم يصير. يا ترى عينتوا محاسب جديد للشركه؟ ايه محاسب اسمه معتز شلاتي، اليوم استلم الشغل. وتعين عن طريقك ولا عن طريق الجماعه؟ عن طريقي. سامي عارض كثير تعيينه. كثير منيح، هذا الرجل لازم تضمنه. لا لا تخافوا، هذا رجل مضمون، خاصه اذا انتم حكيتوا معه. لا لا لا، نحن خلينا بعاد، المهم يكون قريب منك انت ويحسسهم انه هو قريب منهم اكثر. ولو اني يعني بفضل انكم تعملوا تحرياتكم عنه، لانه عفوا بهالوقت ما عاد يتامل لحدا. من غير ما تقول برهان بيك. تفضل. تفضل تفضل شريف. ايه سيد معتز، كيف لقيت الجو عنا؟ كبداية أنا مرتاح كثير ومتفائل. بس كأنه لاحظت إنك كثير معجب ببرهان بيك، ما هيك؟ طبعاً. برهان بيك حيكون مثلي الأعلى. وأنتو على الهامش. على الهامش؟
شو القصة؟ مو القصة، الخطة. الخطة زبطت وبرهان بيك بلع الطعم وأنا أحلى ممثل. بفهم من هالشي إنه السيد معتز. السيد معتز ابن خالتي فعلاً، وهو كان مسافر. وإذا بدكم تحسبوا حسبوا منيح، معتز بوضعه الحالي محسوب على برهان وعلينا. طيب ليش ما خبرتنا؟ كنا عم نجي معك عليه بدون ما نفهم شيء. وهذا الصح، أنكم دائما تجوا معي وبدون ما تفهموا ليش أو تعرفوا ليش. تفضلوا ارتاحوا. بعد موت المرحوم صار بدنا محاسب يفهم علينا ونفهم عليه، لذلك بعته لمعتز، بعته على الشركة بالوقت المناسب وخليته يفوت لعند برهان مباشرة. إذا ابن خالتك طلع ممثل طاق، أنت طلعت ممثل مليون طاق. إيه العمى، بهدلت وقللت قيمته قدامنا. أنا حتى لو ما لقيت معتز كنت حلاقي غيره وخليه يفوت لعند برهان وبنفس الطريقة. بتعرف إنك داهية يا سامي بيك؟ داهية؟ إيه والله. يعني حضرتك من ايدكم هي لايدكم هي، بس ما تطلع طماع مثل المرحوم. لا، ما تستر بيتي وثقتي فيه اكثر من ثقتي فيكم انتم اثنين. ايه، ونحن شو بدنا اكثر من هيك؟ اسمحوا لي يا جماعه لكم هالشغله، هالمره اللعب ما حيكون على المكشوف. طالما العيون اتفتحت عليكم اللعب حيكون مستور ومدروس. انا ما بترك شغلي على حدا يا معتز، انت عليك تعطيني اذنك وتشغل لي الطاسه وبس، فهمت؟ وانا وطاستي تحت امرك. شو سامي بيك، ما بتروح معي لنشوف الدكتور سوا؟ لك شو، انا خلفتك ونسيتك؟ هنين فلتين اولادهم بالشوارع. طبعا لو كان مضبوب ببيته منين بدي يضربه بسيارتي؟ يعني الواحد لازم يضل محبوس ببيته لحتى حضرتك ما تضربه؟ ايه شو هالذكاء يا ابو حمدي؟ هلا ليش ما دعست كلامك؟ ليش ما دعست غيرك؟ ليش هو بالذات؟ نصيبه ما؟ لا، غلطته حيوانتي. يعني الحق علي وعليه وعلى اهله. الحق عليك اولا واخيرا، لانه لو كنت عم تسوق بعقل ما كان صار اللي صار. ايه عم بغاني، بس يعني ما في بس، خليني اعرف كم الاكل بقى. يا كزيت العين، ايه ما صار في شيء تاكله الا اذا كان لك مراق بالورق. ليش انت مالك جوعان؟ لا جوعان. ليش لك ما عم تاكل؟ عجيب امرك يا رجل، لك شلون لك نفس تاكل وانت من بهالبلوه؟ غريبه ما، بس هذا الصح. اذا بتحسبها معي بيطلع معك انه هذا الصح. لازم تستقبل مقدورك وانت عم تضحك. طالما زعلك ودموعك ما راح تفيدك، احسن شيء اضحك. فلسفه جديده هي؟ لا، بس هي يلي بيسموها آخر الطب الكي. اليوم كان المحامي عم يضب شنتايته، طلعت بعيونه وطلعت بعيون بنتي، انت لقيت ما في أمل، صفنت بحالي، قمت حطيت، قلت لا احسن شيء الواحد على انه يواجه كل شيء وهو عم يضحك. وانت عم تضحك؟ ايه وانا عم بضحك. ليش لا ازعل؟ لك الزعل ما بيجيب الا وجع القلب، ليش لا اخسر صحتي؟ طالما ربنا هو اللي شايف حقي بدي اخده. يعني قولتك اعمل مثلك
ولو انك مو مثلي بس اعمل مثلي. شلون يعني مو مثلك؟ لانه انت مو بريء مثل حكايتي. انت اللي كنت عم بتسوق وانت اللي كنت مسرع وانت اللي دعست الولد. يعني الزعل حيرجع الزمن لورا حتى امشي على مهلي من اول وجديد؟ طبعا لا. معناتها ما لازم ازعل ولازم اكل. ادعي لربك ان الولد يطلع سليم. وانت ادعي لربك يلاقوا المجرم الحقيقي. شو لسه ما خلصت اكل؟ لسه ما بلشت. معليش تفضل معي لترجع بتبلش. خير؟ بيا معكم شيء؟ الولد اللي طلعت بسيارتك. ايه ان شاء الله. وليه؟ تتذكر أول مرة ظهرت عليه أعراض المرض؟ طبعاً بتذكر. ليش هاي شغلة ممكن أنساها؟ بليلة من الليالي فقت من النوم على صوته وهو عم يصرخ. طلعت عليه لقيته عم يعيط ويشوبر بإيديه. كان عم بيحلم. بس بحياتي ما شفت واحد بيحلم بهالشكل هاد. عروق رقبته كانت نافرة وصوته كان مثل الجاروشة. وبعد ما فيقته من النوم طلع فيه تطليعة مليانة حقد وكراهية. بعدين صار يقعد بالبيت ساكت لا من تمه ولا من كمه. فجأة يوقف ويصرخ ويسب. بس الكلام اللي كان يحكيه كلام عجيب غريب. كلمة من الشر وكلمة من الغرب. طيب في حدا بعيلتكم غير ربحي مصيب بمرض عصبي؟ انا مالي غير هالولد. بعرف مالك غيره، قصدي حدا من العيلة. يعني امه مثلا، عمه، انت. انا؟ استاذ مختار بدك تلاحظ ناحية انه مريض العصاب ممكن يعيش طول عمره ويموت من دون ما يعرف انه مريض. يعني الاعراض اللي حصلوا شفتها على ربحي، حصلوا شفتها على حدا من افراد عيلتك او عيلة زوجتك مثلا؟ لا. ليش هذا المرض وراثي دكتور؟ غالبا بتكون اسبابه وراثيه. لا لا لا، ما في واحد من عيلتنا سبق واشتكى من هيك مرض. دكتور ابني انا صابه هالمرض لانه امه اختفت من حياته. انا متاكد من هالشيء. طيب ممكن اعرف امه كيف اختفت وليش؟ روح. ايش قلت ابني يا دكتور؟ ما بيعرف انه مريض؟ لا بيعرف ابدا. بحياته ما اعترف انه مريض. حتى الدواء اللي وصف له يا دكتور احسان ما كان ياخذه لانه واثق انه مو مريض. استاذ مختار لك ما بيعترف ولا حتى للناس ولا حتى للطبيب، بس بينه وبين نفسه بيعرف تماما انه مريض. بجلسه من الجلسات قدرت خليه يطمن لي يسترخي ويحكي. نومته مغناطيسيا دكتور ما هيك؟ تقريبا. حكى لي شغلات كثيره. حكى لي عن طفولته، حكى لي عن امه، حكى لي عن الخلاف الدائم اللي كان بينك وبين امه. حتى تصور حكى لي عن الخناقه اللي كسرت فيها ايد امه. بس لحديثه ترك فجوات كثيره كنت بتمنى انك انت اللي تسد لي اياها. لكن اهم شيء حكاه بالنسبه لي. كمل يا ربحي. ومنيح اذا ما حدا بيعرف اني مريض الا ابي. رغم اني دائما بحاول اقنعه اني مو مريض. انا بدفع نص عمري مقابل انه الناس تعرف اني مريض. بس من دون ما تضحك أو تتمسخر علي. صحيح إدراك المريض بأنه مريض شيء إيجابي بعملية علاجه، بس بيضل في محظور، وهو أنه إدراك المريض بمرضه أو معرفته بمرضه بيخليه دائما يسترعد فكرة أنه مريض، وردة الفعل هي
تخلي حاله تتفاقم اكثر. على كلين مو هذا موضوعنا. لك شو موضوعنا دكتور؟ انه ابني ما له علاج؟ في مرض ما له علاج يا ابو ربحي، ايش هو معه الايدز؟ عفوا دكتور انا بعتذر عنه، تفضل. انت بتعرف شو نوع المرض اللي مع ابنك؟ الدكتور احسان قال انه معه عصبي، وهن عصبي. مظبوط. بس للاسف حالته تطورت بالفتره الاخيره وصار معه اكتئاب شديد. او ما يسمى بالاصطلاح العلمي الهوس الاكتئابي. الهوس الاكتئابي؟ شو يعني الهوس الاكتئابي دكتور؟ هو احد الامراض العصبيه بعلم النفس الحديث. يعني مثل الانفصام الشخصيه، الصرع، هيك حالات دكتور؟ هو احد الامراض هي. طبعا كل مرض تختلف اعراضه عن المرض الثاني. يعني مريض الهوس الاكتئابي مثلا بيمر بفتره تنبه ذهني، غبطه، ثرثره بدون معنى او ترابط، حماسه، غضب شديد. بيجي بعد منا فترات من الاكتئاب والالم والحزن وانحطاط العام. مظبوط. ابني ربحي كانت تصير معه كل هالشغلات. طيب والعلاج دكتور لو سمحت؟ علاجه بيتطلب وقت وتعاون من المريض. ربحي شافك. يعني ضروري هالمزح يا سامي بيك. بدك تتخلص مني ما؟ وين ابني يا حرامي وين؟ انا مو مجنون، انا مو حمار، مو حمار، انا مو مجنون، انا مو مجنون. ايما الحزن من وشك وضحك، استنى وانت عم تضحك. مو احسن ما تستنى وانت عم تاكل حالك؟ هذا شو يعني؟ يعني تقييمي لمعطيات القضيه تقييم موضوعي. ما في ولا بقع ضوء صغيره تستطيع من خلالها تستكشف مساحه صغيره لصالح المتهم. كل شيء بهالورق ضده. معناتها حتكون متابعه القضيه متعبه. متعبه وميؤوس منها. مع ذلك أنا بتمنى إنه يكون تقييمي غلط وبتمنى لك التوفيق. شرف. على سنكن.
والله الواحد اذا باسم الشعب العربي في سوريا، بعد الاطلاع على وقائع الدعوة والوثائق المبرزة فيها وسماع شهود الادعاء وشهود الحق العام، ووفقا لمطالبة النيابة العامة، تقرر بالاتفاق ووفقا لأحكام المادة 628 من قانون العقوبات. اقر الحكم بقى. تقرر أولا حبس المتهم مدة 3 سنوات، ثانيا وللأسباب المخففة القانونية والتقديرية تقرر تنزيل فاعليته لمدة 2 سنين، وتحسب له مدة توقيفه من أصل محكوميته هذه، ثالثا حجره وتجريده مدنيا وعفوه من منع الإقامة، رابعا إلزامه بدفع قيمة المواد المدعى بها، خامسا إلزامه بدفع الرسوم والمصاريف والأتعاب قرارا وجاهيا قابلا للطعن بالنقد، صدر وأفهم علنا حسب الأصول. عاشت العدالة، عاشت العدالة. معليش معليش يا أفغاني، الله بيصبرك. أنا صابر صابر. أوعك تبكي، هدول 2 بقضيهم على رجل وحدة وأنا راسي مرفوع. أبوكي أشرف من الشرف إن حكموني ظلم وأنا مالي زعلان، لأنه هي إرادة الله. هاني أنت سفيت رجال البيت، بهالفترة اللي بدي غيبة ما بدي ينقص شي على البيت ابدا. ها ابو هاني من الناحية لا يكلك فكرة ابدا، شو بيلزم لأهل البيت انا جاهز على عيني. لا ولادي ولادي هن المسؤولين عن البيت، ولادي وامهم، قرش واحد ما بيفوت على بيتي الا منهم، صح يا هاني؟ صح بابا صح. انا ما بعرف شو بدي اقول لك يا ابو هاني، انت بتخرس وبتنقلع انت والكلب تبعك. انا ما حرد عليك. لا رد، لبستوني التهمه ونفدتوا. اه بس وحياة عينك لا تشوف شي ما بيسرك. الحق علي اللي شاي واسيك. الحقوا الحقوا هو هو. لا تخافوا لا تخافوا، واحد مثلي بجنن بلد. اوعكن حدا يهكل همي، اوعكن. ها انا حالتي النفسيه ممتازه صدقوني، انا ما عم كابر على الجرح، بدي ضل اضحك يضل اضحك لحتى اطلع وشوفكم كلكم بخير. بابا شريف شريف. معلش هدى، معلش يا ابني معلش، تفضل خلينا نمشي يلا. Thank you.
الضمير يذيب بيحكم قانون الغاب وعالكرم يفوت الديب تتذكر الابواب نعيش العمر ادب وبالقلب واخذت غدر ويا ظلمة ابشع خنجر طعن بالضهر بتطلع غصب وبينسرق محبوبنا ويا دوب مشينا العمر خلص العمر يا دوبنا